راديو كومبوس سيزون 3 مع حسن بلوير على EFM أحلى راديو. EFM أحلى راديو، مساء النور، عسلامة، أهلا وسهلا بكم. الخميس 6 أكتوبر 2022، هذه ألو EFM سبيسيال راديو كومبوس كالعادة من توا حتى للأربعة. أنتم تسمعوا في ألو EFM سبيسيال راديو كومبوس سيزون 3 كل خميس وجمعة على EFM أحلى راديو. أمينوس معنا في الإخراج، هو اللي قص على الغناء وما خليهاش تكمل قبيلي شوية، جوس ما نجمش نخليها في قلبي. صوت فريدي ميركوري رو ما يتقصش علي، باش نكونوا واضحين. سي أمين مرحبا بيك، نجموا تشوفونا على EFM TV على اليوتيوب ولا تتابعونا. اليوم نحكيوا على الدراسة في الخارج كالعادة، كل خميس وجمعة نهزوكم نقترح عليكم فرص جديدة في عالم الدراسة الجامعية. اليوم سعداء جدا باستقبال ليندا بوفيدن شارجي دافير أكاديميك في دي وورد. عسلامة ليندا. عسلامة حسين. نورتنا. شيء في الأسابيع الأخيرة أجونس دو فواياج ليندا، مشينا كل مرة بلاد، كل مرة نجيب لكم بلاد جديدة. سؤال يعني قبل ما نستقبل ضيوف الآخرين تعرفوا عليهم، شنو مثلا في دي وورد الشروط اللي تحطوهم باش تعملوا دي بارتناريا؟ علاش مثلا نختاروا المجر؟ علاش نختاروا البلاد اللي ماشيين لها اليوم؟ يعني كيفاش تتشبك هذه العلاقات باش العباد تفهم شنو قاعده تخدم ايدي وورد اليوم في العالم الكل؟ نحكيو على العالم الكل اليوم، مش نمشيو للقاره الاسيويه تو بعد تعرفوا علاش. داكوغ، احنا قبل ما ندخلوا معنا ديستيناسيون جديده ونخدموا عليها نشوفوا الكاليتي دو ديبلوم، اسكو لي ريكونو على ليشيل انترناسيونال، اسكو لي زونيفرسيتي كلاسي مونديال فيهم لي، اي سولون لي انفورماسيون هذوما ندخلوا معنا ديستيناسيون، اسكو حطوها اسكلي معناتها اون سباز على بليزيور حاجات. تدرسوا سوق الشغل مثلا في البلاد هذيك باش الطالب اللي يجي ليدي وورلد باش يمشي يقرا في البلاد معينه تكون عنده فرصه اكثر انه كيكمل قرايته يقعد الغادي سيغ بلاس والا يلقى خدمه. هذو من الحاجات اللي تلوجوا عليهم بيان سور. اي احنا كي باش نجيو نبعثوا ايتوديون ما نبعثوش هكاك يمشي يقرا، نشوفوهم بعد اسكو فما دي زوبورتونيتي نتاع خدمه، لي اسكو من بعديك باش يرتاحوا فيها، لي سيكوريتي الكاليتي دي ديبلوم. فوالا. باهي، حاجه اخرى، اي دي وورلد ترافق طالب في اي مرحله من المراحل؟ في المراحل. انا جيتك هاي نسمع فيكم اليوم سمعت اي دي وورلد، اي بعد نحب نقرا في الخارج. باهي، يجوني لي زيتيديون بحالينا ياخذوا لي زانفورماسيون واحنا اونتريت لو دوسي دو ا جوسكا زيت، من الانسكريبسيون، الفيزا، اللوجمون، دونك احنا نخدموا البروسيدور الكل من الاول للاخر. واضح. اليوم نهزوكم البلاد ربما تستغربوا لها شويه لانه بالنسبه لعدد كبير من التوانسه هي بلاد نتاع شوبينغ، بلاد نتاع سياحه، بلاد الناس الكل ماذا بيهم يمشيوا عاديو فيها، خاصه راس السنه الاداريه او الميلاديه، لانه جو كبير يصير وين برج خليفه وبقيه الابراج. هي دوله قاعده تحقق في نمو كبير برشا، نحكيو على الامارات العربيه المتحده، تحديدا وجهتنا اليوم دبي. بتاتر نعرفش ان السنوات التالي كنقول واحد ماشي يقرا في دبي الوجهه هذه نستغربوا شويه. ما الذي تغير ليندا؟ شنو اللي تغير باش دبي اليوم تصبح ان اوب يونيفرسيتي قاعد يطلع بشويه؟ يعني كي نشوفوا في الكلاسمون في نمو عدد الطلبه الاجانب اللي سنويا يختاروها كوجهه نستغربوا شويه. اي العبيد ماشي في بالهم جوست يحوسوا ولا شوبينغ اوركلي، حتى هي ديستيناسيون ينجموا يمشيو يقراو فيها، وديبلوم تاعها ريكونو كيف كيف على ليشيل انترناسيونال. بيان سور احنا عندنا دي بارتناريا نتعاملوا معاهم بور فاسيلتي لي بروسيدور هكاكا. فما برشا دي ريزون يخليو ليتوديون يمشيو يقراو، كان تحب تم بعديك نزيد نوضح. باش نشعلهم بالتفاصيل. باهي، سعيد جدا باستقبال اماني. عسلامة اماني، اقرب لنا شويه الميكرو اماني. عسلامة. شو قريت وشو ناويه تقرا؟ كاتينها كملخص صغير، شكوني اماني؟ دونك اماني جو سوي تونيزيان على باز كيفواز دوريجين كيفواز. قريت لي جماعة الكيف هكاك راهو عندهم اعتزاز غريب جدا بالانت، يعني ما يعمليش واحد اخر كيفواز، يعني الاصرار على الكيف العاليه. هي قريت 3 سنين، خرجت عام ناول باك 2019، قريت ليسي بيلوت اي كوليج بيلوت الكيف. بعد قريت في ايكول بريفي، حبيت نكمل سونس دو جيستيون باركور مانجمنت، كملت 3 سنين متاعي، تخرجت وتو جو فيز اني نكمل ماستر في انترناشونال بزنس في دبي كيف ما كنا نحكي. دونك انت مثلا من النجباء نجم تقول. باهي، هاتوا بعد نرجعوا لجماعه النجباء. سي ريان بنت قيعة، سلامة. سلامة. اقرب لنا شويه الميكرو. ايوا ريان، انت شكونك؟ شنو قريت؟ نجاح جديد بالضبط. باهي، ريان بنت قيعة، 19 سنة. هذا جديد، هذا فريش كذا. باك سنة ولا باك عام ناول؟ باك عام ناول. وتعمل 2021.
عم ناول احنا 2022 تو واضح سيب التراك هذا اسمه في الراديو نسميه احنا باهي واضح دونك باك شنو انت رايين؟ باك ايكونومي جيستيون قريت في تونس ولا عملت اني بلونش ولا كيفاش؟ باهي الحقيقه بعد الباك دخلت قريت في فاك والفاك هذايا بون ما لقيتش راحتي فيها لقيت روحي في مارس فيفري مانيش مرتاح السيستيم مش عاجبني في الفاك البروغرام ديتود نتاعهم دونك قررت باش نخرج وتشوف ثنية أخرى شوف ثنية أخرى شازك الإيدي وورلد عطينا خلنا نفهموا الباركور كيفاش مشيتوا الإيدي وورلد وبعد أنا جايك أنت كيفاش بدأت حكاية الإيدي وورلد بعد ما خرجت من الفاك والكل قلت خلنا نلوج على ديستيناسيون لبرا معناها ناخذ أفونتور جديدة في حياتي والكل بديت نلوج على لي فاك نلوج على لي زاجونس والكل لين مرة كوزين نتاعي هي اللي قالت لي برا شوف إيدي وورلد راهي معناها فيابل في لي بروسيدور نتاعها كل شيء وكل مشيت على روحي وين غادي كالين دورات لي لي ديستيناسيون والكل من الاول اخترت ديستيناسيون اخرى شنو هي؟ اخترت اسبانيا من الاول اي بديت في الحقيقه بديت في لي بروسيدور نتاع اسبانيا والكل بديت نحاضر بشويه 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 لين مره باساج راديو ظهر لي اي على يحكي وقتها على ظهر لي الامارات فاز كي امي تسمع اي كلمتني في التليفون اي سي الوقت معنا يظهر لي في فوالا فوالا دونك امك اللي نسلموا عليها دونك هي اللي غيرت لك الوجهه نتاعك من اسبانيا الدو علاش كلمتني في التليفون قالت لي اسمعني حل راديو اسمع والكل والكل فسرت لي من بعد قالت لي راهي هكا وهكا وهكا حكيت لي على الديستيناسيون قالت لي راهم عاملين اوبورتونيتي راهي برسمي معناها الامارات اوبورتونيتي جديده توا في لي زيتود لبرا عاملين معناها ديفاك عاملين ديفاك جدد والكل قالت لي برا شوف شفت الفاك مشيت من الاول لين بديت في لي بروسيدور نتاعي قدوا لي بديت نقد في الدوسي والكل لقيت الفاك اللي حاجتي بها والكل انا ديجا نلوج على مانجمنت على ذاك اللي كنت نقرا فيه ونحب نقرا مانجمنت والكل كا باهي هاتو بعد نرجع للتفاصيل وانت الاماني شنو هزك الايدي وورلد كيفاش سمعت بها كيفاش كانت عندك وجهه اخرى وتم تغيير الوجهه كما ريان ولا انت من الاول يعني الحق انا من الاول كنت ناويه نبقى في تونس بعد صار لي امتي شانجمون في حياتي حبيت اني نخرج ونشوف الدنيا من وجهه اخرى معناها سواديزون من الاول سافي انا تو معناها نلوج توت ما فامي معايا كل مره نلقى يونيفرسيتي تقبلت في برشا يونيفرسيتي منهم يونيفرسيتي في ستراسبورغ جيت نلوج والكل من بعد اشاك فوا با وما يقولوا لي اماني بالك شي سو سون دي زارناكور ما تعرفش الانترنت معناها تنجم توريك برشا حاجات دونك عندي صاحباتي تعاملوا مع ايدي وورد فيهم شكون في تركيا تو فيهم شكون في اسبانيا فيهم شكون في الامارات قالوا لي علاش ما تشوفش مع ايدي وورد مشيت قابلتهم سيتي بريفيو من الاول فرنسا الحق نتاع ربي معناها لوروب قالوا لي علاش ما تشوفش الامارات علاش الامارات علاش شفت الامارات خاطر شو باش تمشي لفرنسا راك باش تبقى في فرنسا علاش جي شوازي الامارات على خاطر انا كماستر عندي الحق اني بروميير اني نعديها في الامارات ودوزيام اني معناها جو في شوازير الموبيليتي انتر اسبانيا والمانيا وفرنسا دونك قلت علاش فرصه معناها جاتني اني باش نعمل حول دوره حول العالم جو دو لوتيل لاغريابل تتسمى وي سي سا حتى نرجع باكثر تفاصيل وهذا علاش حبيت نبدا بكم باش نسال ليندا بوفيد شارجي دافير اكاديميك في ادولت يجوا العباد يسالوا اليوم على الامارات يعني تغيرت الوجهه يعني ما اليوم لي كونديدا اللي يجوا لدولت يسالوا على الامارات كوجهه جامعيه اي بيان سور برشا عباد حتى اللي يجوني دي ميدسان دي انجينيور يجوني بالحق العباد الكل يحبوا تو ما عادش يحبوا برشا لوروب ولا يجوني على دبي الامارات علاش يقولوا لي يحبوا يكونوا يحبوا يعملوا مستقبلهم يحبوا يعملوا الفلوس دونك يجيو مش عيب راو شرعي راو العبد اللي يحبش يعمل فلوس يمشي عنده مشكله راو العباد تقرا وتتعب وتسهر وتصبح وتخدم باش تعمل فلوس بالطبيعه بالحلال وبطريقه شرعيه دونك العباد اللي باش تمشي تكون راي ماهيش تهمه وانه نبحث على بلاد تخلص مليح والبي بي نتاعها يسمح لها باش تخلص مليح والدخل الفردي السنوي قوي هذا مشروع ويلزم يكون موجود يزينا من سياسة تعميم فكرة الفقر خلينا نولي وغنين يا رسول الله ما فيها بيس للندا هذاك علاش يجيوني اللي يحبوا يكونوا ويقول لي نحب نمشي نشوف خدمة سورتو توا اللي دبي معروفة معناتها ما فيهاش توت شوماج كبير ما فماش برشا توت شوماج دونك العباد ولات تحب تمشي لدبي باش يمشيوا يكونوا يقراوا ويخدموا اون باراليل
دونك دوموند كبيره تاوع على الامارات على دبي دوموند كبيره برشا ديجا هذيك علاش احنا اون لا انتغري سي ديستيناسيون باهي احنا بعد الفاصل جوست بعد البوب نرجعوا باش نحكيوا شنو هي الاجراءات اللازمه كيفاش يتحضر الملف فما دي زيكزامان تعديهم ولا لا نوعيه الشهاده بين اللغه نجموا نقراو في الامارات وكل التفاصيل حول الدراسه الجامعيه في الامارات تحديدا في دبي مع ضيفتنا ليندا بوفيد شارجي دافير اكاديميك في ايدي وورلد كل خميس وجمعة على EFM أحلى راديو EFM أحلى راديو عسلامة أهلا وسهلا بكم الناس الكل رجعنا لكم نحكيه اليوم مع ضيفتي وضيوفي أماني عسلامة عسلامة ريان عسلامة ريان وأماني ريان قريب جمعتي إن شاء الله كيكا ويطلع يبدأ الدراسة متاعه في دبي أماني في الغنطخي ديكالي واللي هي ميزة من ميزات الدراسة في الجامعية في الإمارات التحديدة في دبي وتحضر معنا ليندا بوفيد شارجي دافير أكاديميك في إيدي وورلد خلينا نمشيو خطوة خطوة يعني باش نمشي نقرا في الإمارات دولة جديدة نوعا ما مقارنة بدول أخرى هل فما كل الاختصاصات وإلا نوح اللي أنا كنجي نختار محزوق شوية في الاختيار متاع الاختصاص الجامعي الدومين هو ديجا المعروف برشا سبور جيستيون ماركتينغ ماركتينغ ديجيتال البزنس هذوما دي دومين ديجا معروفين وفيهم دوموند كبيرة في دبي وحتى في سوق شغل مطلوبين برشا في دبي أما لي دومين اللي حب يجي بحذينا يستفسر موجودين تولي دومين بيان سور أما هذوما لي دومين اللي معروفين في دبي فهمت؟ سبور زيدا معروف برشا سانتي الماركتينغ بزنس هذوما دي دومين دوموندي تاو اي باهي دومين وشهاد تقولي يعني الاختصاصات موجودة اي لكن شنو اللي يضمن لي اني كي نمشي لدولة الإمارات العربية المتحدة تحديدا دبي باش نكمل دراستي الجامعية ناخذ شهادة نجم نخدم بها نهار آخر تفتح لي أسواق الشغل في دول أخرى يعني تكون لي انطلاقة لأنه اليوم هدف أي دراسة جامعية عدا التحصيل العلمي والأكاديمي وإرضاء النفس و نخدم يعني ما نتصور زادة من الأسئلة اللي تتطرح على الأولياء ولا طلب الجيوكم فما إمكانية إني نخدم من بعد دونك الشهادة هذه شنية الكاليتي متاحة وانتم يظهر في إجول حريصين على التعاون مع الدول والجامعات تضمن إنه هالشهادة هذه نهزها تكون ركوني بيان سور أول حاجة إحنا كما قلت أنت نكونوا حريصين إنه الشهادة تكون ركوني على شيل انترناسيونال وليز يونيفرسيتي زادة يبدأوا ركوني D'accord, c'est la première chose. Deuxièmement, les partenaires internes ont des opportunités de faire qui fait si nous avons 2 ans, par exemple, licence qui m'a rayé, nous avons une licence à Dubaï, ou nous avons fait si nous avons une licence à Dubaï, qui m'a France, Allemagne, Canada, les universités, les partenaires internes, déjà, nous avons des partenaires avec des grandes universités orlines presque partout dans le monde. Donc, nous avons une licence ou un master, ou nous avons une licence يكمل العام الاخرين معناتها يكملوه في اي بلاد اخرى وحتى اليونيفرسيتي هي تعاونهم باش يمشيو يكملوا العام الاخرين في اي بلاد اخرى وفهم برشا جامعات يعني في العالم اللي ركزت كما نقولوا دي زوكسيليير نتاعها في الامارات العربيه المتحده نفس الجامعه بنفس المحتوى الدراسي بنفس البروغرام تنجم تقرا كما في انجلترا والا أي. في فرنسا تلقى هي بيدها موجودة في دبي الدراسة الغادمة مسموحة بالفرنسية بالعربية بالإنجليزية شو ما الأوبشن اللي موجودين قدام طالب اليوم يحب يكمل دراسته الجامعية في دبي دونك تاو باش يتفاجئوا برشا عبيد اللي حتى في دبي نجموا يقراوا بالفرنسي خاطر تاو العبيد ماشي بالهم موجودة كاين باللونجلي نو موجودين لي دومين بالفرنسي وباللونجلي خاطر لي زيكول اللي بارتنير احنا معاهم انترناسيونال دونك ينجموا يقراوا سوا فرونسي سوا باللونجلي اذا كان باش يقراوا بالفرنسي ولا انجلي ما يستحقوش حتى سيرتيفيكا معناتها مش لازم تيست نتاع تي سي اف ولا تيست نتاع فرونسي ولا انجلي سي با نيسيسير اما اذا كان باش يقرا باللونجلي يمشي لونيفرسيتي يعمل تيست تادميسيون داكور باش يثبتوا لي لونجلي نتاعو به كي ينجح فيه يدخل ديريكتومون يقرا سينو يعمل شهر بريباراسيون باللونجلي ويعاود تيست مره اخرى كي ننجح فيه سي بون ما نجحش فيه يتعدى في نفس البرانش اما بالفرنسي باهي خلينا نرجع للجماعه بين اللغه باش تقلا اماني انت انجليزي ان شاء الله اختيارك انت وي فيو كو اني قريت معناها 3 سنين فرنسي
ولي جون اي بيزوان بالانجلي توا بالحق معناها علاش اختيارك انك تقرا بالانجليزي خلينا نفهم خلينا ندخل شويه في راس هكا طالب وطالبه يعني نفهم انه اليوم حاجه تفرحني انه جزء كبير من الطلبه نتاعنا قاعدين يتوجهوا زاد لتعلم اللغه الانجليزيه لانه يحبوا زاد يعملوا حتى تلقاه مثلا ماخذ شهادته بالفرنسيه ولا من جامعه فرنسيه يقول لك لا ما فيها بس يكون عندي ماستر ان انجلي مثلا هكا نكون بيلانك حتى على مستوى ولا الحق هذيك هي الفكره معناها اللي في مخي ديجا عندي معناها ديبلوم في الفرنسي ونجم نحكي فرنسي. وقارية معناها بما فيه الكفاية ان فرونسي خليني على الأقل لو ماستر نتاعي يكون ان انجلي ميم سي معناها نقولها مانيش طيارة برشا في الانجلي نحكي نفهم نكوميونيكي نكتب صحيح اما مش كيما تقرا حاجة بالانجلي سورتو انترناشونال بزنس معناها بالحق اون ا بيزوا بالانجلي شنو تحب تولي اماني بيشو انا ديما مقسمه في حياتي ديما نعمل اكور تيرم ا مويان تيرم الون تيرم قلت لك شنو جابي هكاك والله معناها الانتيليجنس ارتيفيسيال مرحبا اي دونك اكور تيرم معناها نحب نبدا بشوي بشوي نكون ما نعرفش نخدم في اون بيتيت انتربريز نفهم دو كوا معناها خاطر مش كيما تقرا كيما لو تيوري كيما لو براتيك معناها ما عندهم حتى علاقه بعضهم تنجم تقول أ moyen terme إذا بيا نكون أ manager نكون أ chef de projet في حاجة خاطر نحب ياسر الخدمة en groupe ونحب نكون معناها أ manager في أي بروجي و أنا أ long terme pourquoi تشري الشركة اللي خدمت فيها فوالا علاش لا فوالا فوالا دونك دبي بالنسبة ليك مع الطفرة الاقتصادية اللي تعرفها النشاط الاقتصادي ترى روحك نهار آخر يعني تو بروجيت فعلا في المستقبل نتاعك تشوف في روحك يعني الغادي تخدم معك شركات اليوم عدد كبير من الشركات العالمية غيروا حتى الشركات نحكيو في الديجيتال وكل شيء غيروا اللوكو نتاعهم حتى من الولايات المتحدة الأمريكية ومشيو نستلاو رواحهم في دبي لأنه الكلفة أقل بالنسبة ليهم التشجيع على الاستثمار كبير وخاصة اليوم قاعدين يلقاو طلبة يتخرجوا من جامعات في الإمارات وديركتومون يجيبوهم عندهم في شركات خاطر لاهين بالإستوديو نتاعهم بخدمتهم يعرفوا يتعاملوا معناها مع الانتوراج نتاعهم وأنا الحق وي نشوف روحي كان سي اون فو اون بو معناها وكاو فانا مرحلة انت تو حاليا من اعداد الملف اخترت الجامعة عملت سي بون اخترت الجامعة مازالت لي معناها بس بور باسي لونتروتيان وبعد نتعدى الفيزا ان شاء الله لونتروتيان عموما شو يكون فيه ليندا يعني نسال من هنا ومن هنا دونك يحبوا يتعرفوا على ليتيديون اذا كان باغ اكزومبل باش يقراوا باللونجلي يحبوا يشوفوا كيفاش يحكي باللونجلي يشوفوا البروجي ديتود نتاعو يشوفوا الموتيفاسيون نتاعو دونك اون جينيرال يحبوا يتعرفوا على ليتيديون اكثر اللي باش يجي بحذاهم هذاك مش حاجة كبيرة ولا يخافوا منها لي ليتيديون هاكا عاديه justement اي سي ريا نحكي لنا شويه على الانترتيان ساعتو بعد نرجع نحكيو على البروجي ديتود كيما حكينا مع اماني شنو كيفاش كاين الانترتيان دونك اول حاجه هو كي باش يسالك على الانترتيان نقول لك اول حاجه علاش اخترت دبي باه بون علاش اخترت دبي وعلاش اخترت تقرا باللونجلي وعلاش باه اول حاجه باش نبدا علاش اخترت تقرا باللونجلي انا واحد من الناس اخترت باش نقرا باللونجلي على خاطر توا كي تجي تشوف لو مارشي انترناسيونال يتعامل كان باللونجلي سامحني هو من الاول كان يخمم راه حاب يمشي بالفرنسي قلت له ليه يمشي باللونجلي ما عندك شويه قلت له راه قدم على كل شيء ومن بعد زدت ثبت فيها الحكايه والكل ابريتو نلقى لي المارشي انترناسيونال الكل ما يتعامل كان باللونجلي واللي هي حاجه من الحاجات اللي هي تنجم تساعدني نهار اخر في المستقبل اذا كان باش ندخل في فيرم مولتي ناسيونال نخدم فيها ولا نحل ستارت اب ولا اي حاجه نلقى روحي اللي انا في الانجلي بازي ونقري قرايتي ما كنت نقرا فيها باللونجلي وعلاش اخترت دبي اول حاجه هي كبلاد تشجعك باش تقرا ولا باش تخدم باش تقرا تشجعك في القرايه الحقيقه الانفراستركتور مثلا بار اكزومبل نتاع الفاك اللي نحنا ما عندناش منها في تونس هما كي تمشي تشوف الانفراستركتور نتاع الفاك حاجه لوكسيوز مش نتاع الفاك الكل الانفراستركتور نتاعها الكل طاير نحكي على الفاك 5 ايتوال اكسبسيونيلمون سي 5 ايتوال 5 ايتوال بالرسمي 5 ايتوال دو لوكس هذه حاجه من الحاجات اللي تشجعك باش تقرا البروغرام ديتود اللي انا ثبتت معاه شفت معاه كذا لقاه اللي اقنعني باش نجم نختار الديستيناسيون هذيك حاجه اخرى الخدمه نهار اخر انت باش تخدم غاديك كدوله تشجعك بار اكزومبل دوله كيما الامارات تعطيك شكروا ظهر لي تي في ما تخلص وتاكس تخلص 5%
ولا العكس قريت يعني الملاحظه في كلامك انك كما تقريبا اماني تتشاركوا في حاجه فما ان بروجي قدامك ساعيلو يعني شو البروجي نتاعك انت خاطر ماشي تعمل ليسانس تو انت ناجح جديد في الباك عملت تجربه في تونس حبيت تتبدل دونك مش كيما اماني على الاقل اماني عندها ليسانس انت اليوم ناجح جديد في الباك مثلا في دراستك عامل بروجي باش تقرا ليسانس برك ولا زاد باش تكمل ماستر باش تكمل الغادي والا من بعد باش تمشي لوجهه اخرى شنو ترى روحك في المستقبل بالضبط شو بور لو مومون انا لازمني نشوف البلاصه اللي انا موجود فيها كان نلقى معناها كي نبدا مرتاح في الامارات ما عنديش علاش نتصور تو العباد الكل جايه تقرا من الاوروب للامارات انا برشا برشا عباد بدلوا ديستيناسيون من الاوروب اللي هي برشا عباد كي تسالهم ما تجيش لوجيك في مخاخهم الوغ كولي تلقاهم كان يقرا في فرنسا ولا ايطاليا ولا لانجلتر تلقاهم سنين يقرا في الامارات دونك بور لو مومون انا كونفانكو بلي انا باش نقعد غاديك كان لقيت اوبورتونيتي باش نكمل لبرا فازي كان ما لقيتش انتو كان نمشي مع الحاجه اللي ترتاحني ابري تو واضح بعد شويه نرجع نحكيو على الملف بخلاف يعني هل الانترتيان شنو يتطلب وهل سهل يعني عمليه ليزادميسيون تاع طلبه توانسه في الجامعات في الامارات سهله والا تطلب شويه اجراءات ونحكيو على نقطه تهم برشا زاد الاولياء الفلوس قداش لازمني نحضر تقريبا بيدجي فما كونت بلوكي والا لا قداش تطلب الاجراءات من تحضيرات وخاصه نحكيو زاد على الرزنامه لانه على غرار عدد كبير من الدول في العالم الامارات خاصه بالنسبه للجامعات الخاصه تعتمد ما يسمى بالغونتري ديكالي هذه كل تفاصيل نكتشفوها بعد شويه سيزون 3 كل خميس وجمعه على اي اف ام احلى راديو اي اف ام احلى راديو رجعنا لكم في الجزء الثاني من الاو اف ام سبيسيال راديو كامبوس نحكي اليوم على الدراسه الجامعيه في الامارات تحديدا في دبي اذا كان اسمعنا حسين جسمي واحد من الاسباب اللي تخليك تمشي دونك ديجا تحضر حفلات حسين الجسمي ديما هو يغني ويعملوا حفلات جماهيريه برشا نشاط ثقافي برشا نشاط رياضي برشا نشاط سياحي في الامارات سعيد جدا باستقبال اماني عسلامه وريان زوز طلبه ماشيين قريب يقراوا ان شاء الله في دبي قاعدين نتعرف عليهم على اسباب اختيارهم الوجه هذه الجامعيه ولندا بوفيد ان شارجي دافير اكاديميك في جولد عسلامه لندا بخلاف حسين الجسمي شنو هي الاسباب اللي تخلي مثلا ما تمشي لانه راهو ما تفادلكم انتوما الحياه الثقافيه راي جانب محدد جدا واش نسالهم مثلا ماشيه تقرا برك انت ولا تحب بلاصه وين تمشي للسينما وين تحضر حفلات وين تنجم تشوف بلايص مزيانه بالطبيعه معناها نو لي با كيستيون انسان حياته ماهيش قرايه برك راهو معناها عنده لي لوازير نتاعو عنده شنو يحب يعمل شنو ما يحبش يعمل لازم معناها يلقاهم الحاجات هذوما وانت سي ريان بيان سور باش تبدا في بلاد انت الكولتور نتاعها باهيه باش تلقى روحك ادابتي باهي لندا شنو هي الاسباب مثلا علاش يتم الاختيار علاش دبي تحولت الى وجهه جامعيه ما من المفضلين عند برشا توانسه تو حاليا وحتى غير التوانسه اللي يجيو لادوارد لانه ادوارد يظل مفتوحه زاد عرفش الفارقه والناس كل مقيمين في تونس بيان سور باهي فما برشا اسباب تو تخلي ليتيديون يجي حاب يمشي على دبي اول حاجه اللي برشا ما يعرفوهاش اللي هي مغير كونت بلوكي دونك جوست هذا المونطون اللي نجم تعيش به البيريود الاولانيه حتى لي او موا تشد خدمه غاديك تشوف جاب ايتوديون تعاون به روحك جوست الديبار اما هي ما غير كونت بلوكي فماش شكل الحكايه نتاع بلوكي لي 30 و 40 مليون اللي زيد لي بارون يخافوا منها تو جاب ايتوديون ينجموا عندهم بيرمي دو ترافاي عندهم الحق في 30 ساعه في الجامعه باش يخدموا يقراوا اون باراليل حتى لونيفرسيتي اللي احنا بارتنير معاهم يعاونوهم باش يلقاو خدمه داكوغ خليني نسالهم في النقطه هذه نمشيو بالنقطه دونك حكايه الكونت بلوكي ما قلقتش الوالدين يظهر لي فرحتهم اكثر حاجه فرحتهم ديجا بحق والله وانت سي ريا انا قلت لك اول ماما هز التليفون قالت لي فما فيش كونت بلوكي مبرمجه انك تخدم وتقرا وي بيان سور انت سورتو عندك ليسونس يعني عندك ديجا انا كيف في الحاجه اللي ناويه تطور فيها القرايه نتاعك ناويه هذايا اماني شو سويا اونيت معناها كارت سور تابل اللي دبي ماهيش بلاد رخيصه وماهيش ديستيناسيون رخيصه ومعناها يزيدش لي بارون نتاعك باش يعاونوك من الاول وفي الديبار نتاعك اللي هو صعيب تزيد من بعد تبقى معناها كل شيء عليهم هما هكا يولي برشا دليل معناها فما لازم تخدم ولازم تقرا ولازم الانسان هو اللي يقف على روحه معناها وانت سي ريان برمج الفكره هذه ولا تقول لي تو انا داخل جديد على القرايه ما يلزمني ننجح والله باش ما نكذبش عليك الحقيقه خممت في الخدمه قبل الفاك انا واحد من الناس علاش على خاطر باش نلقى روحي نعاون لازمني نعاون والدي باريكزومبل اللي هما باش يوصلوا اسر تاع ماما
ابعث 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 ما لازموش يكوفري من الاخر معناها عاد ولي بارون الكل اللي يهزوا يهزوا صغارهم يقراوا البرا والكل. وبالنسبه ليا انا توا شنو البينيفيس اللي بيرجع ليا انا من الخدمه في الخدمه البرا والكل به تعاوني تعطيني اكسبيريونس تنظم لي وقتي. واحد مثلا ما يخدمش تلقاه مرتاح في الوقت نتاعو باغ اكزومبل. واحد كي يبدا يخدم يبدا منظم عنده وقت محصور به عنده وقت نتاع قرايه وقت نتاع خدمه ينظم اوقاته اللي هي حاجه باهيه تساعده في الافونتور اللي هو خيت كنت تشوف فيهم في ايدج وورلد ولا هكا يجيو يجيو حاضرين هكا لا محلاه انا معجب بالعقليه يعني عباد يعني ماتور اولا واعيين وفاهمين على التجربه لانه ديما نقولوها راهي تجربه في الاخر تجربه غربه وماشي تقرا باهي. دونك حكينا على زوز نقاط دونك ما فماش كونتو بلوكي بالنسبه اللي ناويين يمشيو يقراو في الدراسه الجامعيه في دبي دونك جوست. وعموما تقريبا قداش تكلف 5000 6000 يورو انت غاليه مي سي با برشا عباد يحسبوها غاليه القرايه نو ماهيش غاليه ينجموا يجيو بحذين الايدج وورد نعطيوهم تو لي رونسينمون لي بري انت والفاك انت والفاك انت والدومين ماستر ليسانس دونك سا ديفير ينجموا يجيو بحذين الايدج وورد بور تو رونسينمون. باهي دونك النقطه الثانيه دونك فما امكانيه العمل القانون يسمح عندهم 30 ساعه في الجامعه لي بارتنير لي زونيفرسيتي نتاعنا يعاونوهم حتى في باش يلوجو خدمه ينجموا حتى يعملوا دي كور دو سوار اللي يقراو في لي ويكاند وعندهم هاكا نهار كامل باش ينجموا يخدموا فيه. اللوجمون برشا عباد تويكا زادا نعرف لي بارون الكل اهم حاجه عندهم اللوجمون لازم ولدهم ولادهم يمشيوا في معناتها في كادر باهي دونك احنا لهنا نعملوا لهم احنا اللوجمون بلاصه نظيفه سيكوريزي. Alors là, le luxe. Qui fait faire la piscine, les résidences étudiants faire en piscine, salle de sport. Il y a déjà un peu de temps. Il y a déjà un peu de temps. C'est le luxe. Déjà, Bekris, il y a un peu de sport. Il y a faire salle de sport. Bien équipé. Il y a l'université, il y a une connexion. يعني ما يخرج منك كان مع لانه خلينا نكون واضحين يعني حتى بالنسبه على تخدم من اكثر الحاجات الغاليه في دبي ومن اكثر الحاجات اللي تعبوا فيها هو ايجاد كراء يعني قريب ومالغري غادي وسائل النقل العموميه راهي متوفره لي مترو كل شيء متوفر متوفر جدا دونك حتى الترانسبور سامحني خسيت عليك حتى الترانسبور يعطيوهم مثلا 50% ولا 50% يعاونوهم حتى فما يعني كيف مساعدات للطلبه انا شوف يعني اليوم ما يخرج الطالب او طالبه من تونس الا ما يراوي باش يسكن على الاقل اي راه بيان سور ما يخرج من هنا كان باللوجمون نتاعو حاضر بحذا الفاك حتى ماهوش بعيد على ايروبور فهمت دونك ما يخرج من هنا كان باللوجمون نتاعهم هذا نقولها لي بارون الكل ما تخافوش على سورتو على البوان دي بارتنير الايدج وورلد هذوما كالعاده اي عندنا دي ريزيدونس ايتوديون تعاملوا معاهم لي بارتنير نتاعنا بيان سور. باهي شنو اخر علاش دبي؟ باهي ما فما يقول ما فماش شوماج دونك بلاد ينجم واحد يمشي يكون فيها يعمل فيها مستقبله تو برشا ولاو يحبوا على الامارات. زيرو 80 اي ما فماش مش عالي مش عالي تو شوماج هذا علاش برشا تو ولاو حتى لهنا اللي قاريين عندهم انجينيوري اللي عاملين برشا معناتها برشا ديجا قاريين لهنا يمشي وغاديك باش يقول لك نمشي نكون فهمت دونك هذا ديجا من اهم لي بوين اللي ولات عليها علاش دوموند عليها دبي تا كيما قلت انت الكولتور متفتحه تاع على الحضارات الكل ديفلوبي ايكونوميكمون طالعه تكنولوجيكمون حسب بعض الدراسات يعني هي اكثر دوله فيها جنسيات يعني اكثر دوله يعني تضم جنسيات مختلفه من العالم الكل يعني ما كان يسمى قبل بالنسبه للاوروب لو ميلتينغ بوت او هو الجامع يعني بالنسبه للجنسيات تحولت دبي الى هذا يعني فيها كل تقريبا الجنسيات. وحاجه مع هذا الاختلاف يظهر لي التوانسه ما يلقاوش مشكله في الاندماج. عندنا جاليه تونسيه هامه في دبي عندنا برشا توانسه في مختلف الاختصاصات في مختلف الشركات في مختلف الميادين واللي نعرفه انه حتى على في الفيسبوك وكل شيء دونك فما دي جروب نتاع جاليات التونسيه ويعاونوا بعضهم دونك يشجعك انك تمشي البلاصه ماكش باش تلقى فيها مشكل اندماج
اصلا تحكي بالعربيه وهي دوله مسلمه وشقيقه وباش تلقى تونسي في المول وباش يعرضك تونسي في الفاك وتنجم تقرا عند توانسة وهذا الكل يعني مشكل اللي باش يلقاه مثلا طالب ماشي لدوله اخرى زعما نندمج زعما انتجراسيون فوالا باش نحفظ لغتهم ماكلتهم زعما تشبه لماكلتنا مش كيف هذا يظهر لي مرتاحين منه على الاقل بطبيعه معناها ماشي غادي راك باش تكمل حياتك غادي معناها باش تبعد على داركم على الانتوراج نتاعك ماذا بيك تكون معناها بيان انتوري بيان اكيبي معناها كي تكون باش تعرف عبيد غادي انا الحق نتاع ربي ما يقلقنيش تونسي من اي بلاد معناها بالعكس نحب نتعرف على عبيد الكل ونحب تكون الكولتور نتاعي محلوله على العالم اجمع سواديزون أما على الأقل في الخطوات الأولى ديما الواحد يتخوف زعما نلقى روحي نشبه لهم في الأخر احنا نشب يعني لو شئنا أم أبينا كي تقرأ في بلاصة وتلقى روحك بين عباد على الأقل يشبهولك حتى في الشكل وفي اللغة وفي الدين وفي جزء كبير من العادات وحتى توقيتهم يعني أعيادك اللي توا في تونس ما هما بيدهم عيادهم يعني هاو العيد الكبير العيد الصغير انه برشا ساعات يقول لك العوام الاولى ديما احنا توانسه اون تروف دي سوليسيون باش نتاقلموا كل شيء ما فما عباد يمشيوا يقراوا في دول اخرى يقول لك مازلت ما ولفتش انه كيفاش ما عندهمش رمضان في الوقت مثلا كيفاش ما عندهمش عيد صغير عندهم اعياد اخرى ما يتاقلم التونسي بسرعه من العام الاول ديما يكون صعيب لانه في رمضان هو صايم ما الفاك ما تعرفش معناتها صيام دونك ويقرا مثلا لما بعد جو دون دي زيكزامبل من حياتي تحكيهم لنا طلبه بطبيعه اما تو ولا تاخر لازمك تتاقلم معناها وحاجه تفرح على الاخر انك باش تلقى عباد كيفك يخموا كيفك ياكلوا كيفك معناها يصوموا كيفك حاجه باهيه اما جوست نفسر لك حاجه معناها الانسان ما يزموش يوهق سامحني ما يزموش يوهق منها الحكايه على خاطر اي انسان في الدنيا اي اتيديون اي انسان باش يخدم اي ديبو في الدنيا باش تكون ديما صعيبه اما انت كيفاش باش تتاقلم معاه انت كيفاش باش تدخل روحك انت كيفاش باش تخمم انت شنو باش تحكي شنو ماكش باش تحكي معناها انا باغ اكزامبل باش نمشي من الكيف لتونس عام الاول في الفاك كنت نروح لهم كل جمعه ونبدا نبكي وليه وباش نروح معناها عادي ميم سي في تونس معناها الكيف في تونس ساعتين ونص ماهيش بعيده اما لازم الانسان هو اللي قوي روحه هو اللي جاي باش نقرا ولا جاي باش نخدم جاي باش نوصل روحي جاي باش نبني مستقبلي لازمني نتاقلم معاه الوضع هذاك سعادتك حكيت الاندماج هذا ماكش باش تلقى برشا وقت يعني انت قريب تطلع سي ريا ان شاء الله وقتها خديت التذكره مازلت مازلت اي كيكا 20 يوم ان شاء الله نبدا موجود غادي فما بوان حكيت عليه انت فاست توانسه كيفاش يعيشوا غاديك ولا حاجه باهيه لينا نحن انا واحد من الناس نرى اللي الحاجه هذيا الاتموسفير كولتوريل اللي هو بيناتنا معناها كي تجي تشوف نحن العيد الدينيه كيف نحن والامارات والكل هذا راه بلوس لي انا ابريتو هو العبد كسوا في بلاد معناها نفس التقاليد ولا ماهمش نفس التقاليد لازم يتاقلم وحده لازم يصنع اتموسفير روحه لازم يدبتي روحه وحده لازم من الاخر يحارب وحده كل شيء وهذا راه بلوس بالنسبه لي انا واحد من الناس ما ربحك وقت وجهد لانه في اجول تحكينا توا في بالنسبه لوجهات اخرى دونك يصير كوتشينج للاعداد للتجربه التعليميه والمشي البلاد طقسها مختلف طبيعتهم لغتهم ديانتهم احنا من الاول كي يجيو بحذنا ديجا نحكيو لهم على تولي ديستيناسيون شنو الحاجات لي زافونتاج تاع كل ديستيناسيون كيفاش العيشه البيدجي دونك يجيو ني ساعات مع لي بارون تاعهم لي ستوديون لي بارون تاعهم نعطيوهم فكره ايدي جينيرال على البلاد على العيشة على اللوجمان نعطيوهم فكره ابخي هما ياخذوا الديسيجن نتاعهم على الديسيجن اللي حابوا يمشيوا عليها. باهي الملف قداش ياخذ وقت التحضير؟ يعني كي تقول لي ما فيش ديزيكزاما مثلا يلزم نعديهم تاع لغه وكل شيء تقريبا الملف بين يجيك الطالب ويقعد معاك وتفهموه ويختار الاختصاص والجامعه وصولا الى اعداد الملف اداريا والسكن قداش ياخذ وقت تقريبا؟ انه يسمعوا فينا يقول لك شو انتريسي اما تو مازلت نخلط مثلا ولا دونك هما بروسيدور نتاعهم ماهيش صعيبه اما تاخذ شويه وقت دونك اللي حابين توا على الغونتري ديكالي ماذا بيهم يجيو تو فما غونتري ديكالي يعني فما غونتري ديكالي في فيفري يبداو يقراو اما يلزم يبداو تو يبداو فهمت البروسيدور ماهيش صعيبه اي عبد عنده الحق ينجم يمشي اللي عنده الباك يحب يكمل ماستر اي عبد ينجم يمشي يجيو بحذنا الايدوارد ياخذوا تو لي رونسينيومون
نزيد نعديوهم avec une conseillère d'orientation باش يختاروا الدومين شنو السبيسياليتي ينجموا يقراوها شنو الحاجات الاديكوات للبروفيل نتاعهم زيد الدومين الاديكوات للبروفيل نتاعهم وبيان سور نعاونوهم في شواء اتابليسمون مع لي بارتنير نتاعنا باش نسهلوا لهم الاكسبتاسيون البروسيدور كاو نزيدو نكملوا احنا البروسيدور نتاع الفيزا اللوجمون شنو لي دوكيومون لازم تترجم شنو لي دوكيومون لازم يحضروهم دونك احنا اون برون ان شارج تو الدوسيي واضح ابقاو معنا فاصل نرجع نكملوا معكم وخاصه نقول لكم كيفاش تتصلوا بايدج وورلد باش تمشيو وتحضروا ان شاء الله الملفات نتاعكم بون شونس للناس الكل الو اي اف ام سبيسيال راديو كامبوس سيزون 3 كل خميس وجمعه على اي اف ام احلى راديو يا فهم احلى راديو رجعنا لكم في الجزء الاخير من الو يا فهم سبيسيال راديو كونفوز وجهتنا اليوم دبي والامارات العربيه المتحده نحكيوا على الدراسه الجامعيه في دبي وين تفاجئوا اليوم كيقولوا دبي مع شوبينغ وسياحه برك لي اوب يونيفرسيتير كبير عدد كبير من الجامعات في العالم انشات فروع لها ومقرات لها في 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 دبي اليوم شهاده بالفرنسيه او بالانجليزيه هي شهاده معترف بها كوليل ندبو فايد ان شارجي دافير اكاديميك دو تران في الاربع دقائق اللي مازالوا خلينا نعملوا ملخص دونك شهادة انترناسيونال انترناسيونال وزيد الحاجة الباهية اللي نجموا يقراو عامين والعام الثالث باغ اكزومبل تاع ليسونس يقراو في بلاد اخرى يبداو لونيفرسيتي كيما قلت يبداو عاملين دي بارتناريا مع دي زونيفرسيتي اخرين في فرنسا في المانيا في اسبانيا في كندا كوم سا ليتوديون يعمل عامين والعام الثالث نتاعو ينجموا يشوفوا في بلاد اخرى الدراسة متاحة بكل اللغات عربية انجليزية وفرنسية اللي حاجة اللي تنجم تفاجئ برشا فما ميوزي لوفر في دبي جوست لمعلوماتكم راهو فما نسخه تقريبا من اللوفر فما بالاسم هذا اصلا يعني اي نجموا يقراوا بالفرنسي انجلي وبيان سور كيما قلت ما غير التيست دو لانغ لي تي سي اف لا التيست انجلي دونك معناتها جوست هو يكون باهي عنده الكاباسيتي باش يقرا بالانجلي كان يحبوا كهو الاختصاصات موجوده كلي لكن الاكثر طلب حاليا كل ما يتعلق بالبزنس والاعمال الرياضه marketing. وايضا الصحه ماركتينغ زيدا ديجيتال بزنس دومين دو جيستيون سبور زيدا دوموندي هذوما لي دومين الاكثر مطلوبين توا يطلبوا فيهم برشا نسبه بطاله ضعيفه دونك تقريبا امكانيه الشغل متاحه جدا للمتخرجين من الجامعات في الامارات المتحده اي ما فهميش توتشوماج ضعيف برشا هذيك علاش توا خليت لي زيتوديون يطلبوها خاطر يحبوا يمشيوا يكونوا يحبوا يمشيوا يشوفوا خدمه ديريكتومون ما يحبوش البطاله بيان سور هذا فيما يخص الواقع الجامعي نجيو توا الايدج وورلد وخدمات ايدج وورلد واللي هو هام جدا دونك ما فهميش كونت بلوكي يظهر لي هذه من المعطيات اللي تهم برشا الاولياء دونك كي باش تدخل على المشروع هذا هو مشروع مع تاخذ قروضات وكل شيء خلينا كونوا واضحين دونك سيت ان انفستيسمون واستثمار يعملوه الاولياء دونك ماكش مستحق كونت بلوكي باش تبعث ولدك يقرا في دبي ما غير كونت بلوكي وحتى لي فري نتاع القرايه ماهمش غاليين خاطر سيغمون برشا عباد يقولوا غاليه ودبي غاليه لا القرايه ماهيش غاليه وينجموا يجيو بحذنا الايدج وورلد ويستفسروا على كل شيء وبالحق يتفاجئوا بالاسواق تحضير الملف في طلب مديده دونك العباد اللي تحب تلتحق بالونتري دي كالي يظهر لي توا وقايد باش يبدا توا وي بيان سور خاطر البروسيدور ماهيش صعيبه ما فماش دي كونترانت يخليو لي ستوديون ما يطلعوش على دبي اما تاخذ شويه وقت هذاك علاش لازم يبداو من توا سورتو اللي حابين على الونتري دي كالي اللي هي في فيفري وكيفاش نجمو يعديو راس العام غادي كزيد جوستومون جون دو روتيل على غريب نحكيو عليه كيفاش دونك نتصلوا بايدج وورلد Les réseaux sociaux, bien sûr, Instagram, Facebook, EduWorld. Sinon, il est subin à la 6 5 6 9 5 250. Donc 6 5 6 9 5 250. احنا نجاوبوهم على لي كيستيون نتاعهم الكل. ينجموا يجيو بحذنا موجودين في تونس، في صفاقس وفي سوسة. مرحبا بكم وان شاء الله ربي يسهل الناس الكل خلينا نسلم على ضيوفي اماني مرحبا دونك في فيفري ان شاء الله تنطلق في التجربه هذه متحمسه فرحانه طبيعه اكسيتي وفرحانه وخايفه وكل شيء كل شيء علاش كنت تحب تسلم بكومك اللي دفعوا الفلوس باش تكون بالطبيعه عليه بالحق نحب نسلم عليهم برشا و نقولهم ميرسي بوكو لي جو سوي تري شانسوز اللي عندي دي بارون كيما لي بارون تاعي راني نحبكم برشا 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 وربي يخليكم ليا كيفكم كيما خواتي سي تان اونور جيب كادوات معاك تروح بعد الفوايا سي تان اونور اللي عرفت بالحق جو ميرسي ليندا ريان و توت ليكيب دو وورلد
وصحابي والناس الكل، وان شاء الله ربي يسهل للناس الكل اي حاجه يحب يعملها. سي ريان على شكون تحب تسلم؟ بالطبيعة نحب نسلم مش انت عندهم ريان، ما جيت مرة ضيفة نقولها ريان تقولي لي ريان ريان فوالا جوست ريان. انت على شكون تحب تسلم؟ نحب نسلم على امي وبابا، الحقيقة اللي عملوه معايا وكيفاش شجعوني على الافونتور هذايا باش ناخذها، وكيفاش ضحاو وكيفاش عطاو ما عندهم ونحاو من رواحهم. يرجعوا كي تخدم وداخل فلوس رجع شوية. بالطبيعة ان شاء الله. ونحب جو ريميرسي اماني وليندا وليكيب نتاع ايدي وورلد الكل، سورتو هيلا تعبتها برشا بالرسمي وعرفتها على الاخر. شكرا لكم بالنجاح والتوفيق، نفرحوا برشا كي نلقاو ناس هكا بدات في ثنيه تحقيق احلامها، ترجعوا لنا ان شاء الله هكا نهار اخر تخدموا هكا مدير في شركات كبيره. شكرا محمد شيحه كان معنا في الاعداد، منى من ليكيب تاع ايدي وورلد، امين امينوس في الاخراج، ايهاب عياد وايمان الجدي ايمان الجدي في الديجيتال. شكرا لكم الناس كلها. انا حسن في نسلم عليكم قبل غدو ان شاء الله. باي باي. الو اي اف ام سبيسيال راديو كامبوس.